الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم وسدد لطريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الذين قالوا القول فاتبعوا أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. دائما نأخذ كلامنا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج عن الموضوع أبدا، ونعمل بالأسباب، والشافي هو رب الأرباب. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أحبابي الكرام، كثير من الناس هدانا الله وإياهم يذهبون إلى الأضرحة وإلى السادات، يذهبون لزيارة من يعمل السحر والأسحار، يذهبون لزيارة من يعمل الشعوذة، يذهبون لزيارة من يلبس عليهم، من تلبس بهم الشيطان. ونسوا هؤلاء الأحباب أن في كل صلاة يقرؤون آية ولا يطبقونها، يقرؤون آية وهي أول سورة في القرآن الفاتحة التي فتح الله بها كتابه جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فهؤلاء الناس أحبابي الكرام يذهبون إلى الأضرحة، ويذهبون إلى السادات وإلى المشعوذين، وممن ينتسبون إلى عالم العلاج الشرعي، يستعينون بهم. والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فهذه الآية تبين لنا أن الإنسان الذي يعبد الله جل وعلا يجب عليه أن يستعين به وحده، ولا يستعين بأحد غيره، لا يستعين ضريح أو ولي من ولي من أولياء الله الصالحين يذهب. وكثير، وهذا رأيناه بأعيننا أحبابي الكرام، كثير من الناس يذهبون إلى الأضرحة، يطوفون على الأضرحة، بل يقومون بأفعال الله بها عليم، يقومون بأفعال الله بها عليم، بل يذبحون لهذا الولي أو لهذا الضريح أو لهذا السيد، يذبحون له عجلا، يذبحون له غنما، يشركون بالله عز وجل. فهؤلاء الناس أسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم، هم في ضلال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم وأن يفتح قلوبهم للدين. فكثير منهم يصلي ولكن لا يعلم معنى القرآن. فيا أخي، يا من تذهب، يا من تطق، يا من تستنجد بغير الله، فاعلم أن الله قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا إياك نعبد، نعبدك وحدك لا نشرك بك شيئا، بل نعبدك يا ربي وحدك لا نشرك بك شيئا أبدا. هذه الآية إذا عرفنا معناها أحبابي الكرام فهي تغير الموازين، تغير الموازين. إذا علمنا أننا نعبد الله وحده، نعبد الله وحده، يستقر الإيمان في القلب. فإذا استقر الإيمان في القلب، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استقر الإيمان في القلب وعبدنا الله وحده جل وعلا، فبه نستعين وحده، به نستعين وحده، لا نستعين بأحد غيره أبدا. أحبابي الكرام، يا من طال بهم المرض كثيرا، اعلموا أن الله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، ولكل داء دواء. فأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن كل مريض، وأن يرفع الداء عن كل مريض، وأن يغفر لكل مريض، وأن يتوب عن كل مريض. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت.
ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.